مش قاعد بتكلم معاكي تسيبيني وتخرجي كده من الاوضه؟ على فكره بقى انت بيروقراطي وديماجوجي واناني. يعني ايه اناني؟ يعني اناني. بنت اوعي اوعي في حياتك تتكلمي مع جوزك كده ابدا. استني بس حضرتك، دي قالت ثلاث حاجات منهم اناني. ما هو مش ذنبك، ذنب العيشه الزفت اللي احنا عايشينها هنا. الحقي شوفي مين اللي بيتكلم، مجيده اللجأة وبنتها اللجأة بيتكلموا على العيشه. مش عاجبك العيشه معانا ولا ايه؟ انتي ما تتكلميش مع مامي بالطريقه دي. وبعدين اذا كانت مامي لاجئه وده حقيقي يبقى انتوا ايه؟ لازقه. ازاي يا عادل امك تتهزق وانت واقف تتفرج؟ معاش اللي يهزقك يا ماما. ما هو عايش اهو بيهزق. ازاي انت ازاي تكلمي ماما بالاسلوب ده؟ بص بقولك ايه، بقولك ايه، انا بقالي 5 سنين مش عارفه اتكلم براحتي، مش عارفه اتنفس. ايوه كده صاري على حياتك وبعباع اللي في قلبك. قصدك ان احنا كاتمين على نفسك؟ قصدك ايه سناء؟ ما اقصدكيش يا رانيا. بحسب. نو ذيس از انف. انت يا بنت دلوقتي تخشي كل الهدوم اللي عندك دي تلميها تيجي تقعدي عندي، فاهمه؟ اوكي مامي. حوش حوش هيروحوا يقعدوا في الشاليه بتاعهم اللي ببلطين. ما هي متلقحه هنا. عادل سيبك منهم، سيبك منهم. سيبك منها يا عادل، بكره ترجع ورجلها فوق رقبتها. ترجع منين يا ماما؟ نو جامي يا حبيبتي بنتي ترجع تاني غير لما الراجل ده يعرف قيمتها ويبوس رجليها وانتوا تاخدوا حقها. هترجع، هترجع يا مجيده، هترجع بشروط جوزها. مامي سيبك منهم، انا جاهزه، يلا بينا نمشي يلا. ها ها نشوف وشكم بخير. ياسمين ياسمين ياسمين، اوعى تضعفي يا عادل وترجعها. عارف لو عملت كده لا تبقى ابني ولا اعرف. لا يا ماما انا مش هضعف، مش هضعف ابدا. وزي ما هي مشيت لوحدها ترجع لوحدها. انا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله. ياسمين 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 اللي هتعيش متشحططة ما بين أم وأب. هعمل إيه بس يا ربي، أعمل إيه؟ ولا يهمك يا عادل، بكرة هي تندم وتبعت لك المراسيل عشان ترجعها. مراسيل إيه وشحططة إيه؟ وياسمين ياسمين ما متلقاها في الأوضة اللي جنبنا. إيه؟ اتجننتوا يا جماعة ولا إيه؟ اسكت أنت يا سناء، الموضوع كبير قوي، بكرة أخوك هيعاني من الوحدة. وحدة إيه يا ماما؟ الوحدة يا هاني، مو أنت حاسة بحاجة؟ الوحدة، ما هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في دورة المية. أنا اللي صعبان عليا في الموضوع ده كله. ياسمين 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 يا ابني دي قاعدة في الأوضة اللي جنبك، يعني أروح أجيبها لك من شعرها؟ وأنت إيه اللي ينزلك في وقت متأخر زي دلوقتي يا سناء؟ أنت عندك شغل بكرة الصبح. إيه اللي ينزلني وعندي شغل الصبح؟ ماما انت سامع عادل بيتكلم ازاي؟ طبعا ما عندناش ستات ينزلوا لوحده. يعني انا لو نزلت ورحت الاوضه اللي قدامي دي الساعه 12 الناس هتتكلم عليا ويجيبوا في سيرتي؟ انت ايه اللي خليكي تستني لغايه الساعه 12 بالليل عشان الناس يتكلموا عنك؟ الناس بيتكلموا عنك من غير اي ساعه 12 يا سندريلا، ولو ما اتكلموش احنا اللي هنخليهم يتكلموا ان شاء الله. رمزي هات كرسي وتعالى اقعد جنبي. انت شكلك كده دول عامل لي كمين. اخلص يا عم اللطيف، هات الكرسي وتعالى. في ايه يا عادل؟ احكي لي يا ابن عمي. ما تقوليش يا ابن عمي، انا متضايق لوحدي، ما تضايقنيش اكتر بقى. بص يا دوله، انت من الصبح كده عينك فيها انكساره ملفته، بالذات العين الشمال. انكساره ملفته؟ ايه الجمله اللي انت بتقولها؟ انكساره ملفته؟ طب فين عين الشمال؟ هي دوله اهي. دي اليمين. امال احكي لك ازاي بس؟ احكي لك ازاي بس يا ربي؟ بص يا دولة، انا مش هرد عليك عشان ما صغرش نفسي معاك اكتر من كده. صغر نفسك انت، ما ينفعش تصغر نفسك، لو صغرت نفسك اكتر من كده هندوسك بالجزم يا ابني. انا برضه هقعد اسمع الموضوع منك للاخر ومش هرد على النتوءات اللي انت عملتها. النتوءات؟ واي كلمه بحطها في اي حته؟ بس انا لازم اتكلم مع حد. رانيا مراتي سابت البيت وقعدت عند امها. وايه المشكله في كده؟ مع واحده قاعده عند امها عادي، امر طبيعي يعني. ايوه ما هي قاعده عند امها عشان زعلانه يعني. بقى هي قاعده عند امها وزعلانه؟ طب ما تسيب امها ما دام يعني قعدتها عند امها بتزعلها. بص يا رمزي، انا عايزك تقوم تنظف دلوقتي البازار تخليه بيلمع، وتنظف لي الحمامات تخليها بتبرق. يا دولا ما احنا ما عندناش حمامات. نظفها برضه. معلش يا دولا انا فهمت، خلاص انا فهمت. هي دلوقتي مراتك رانيا يعني قاعده عند امها غضبانه صح؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ والبت قاعده مع مين؟ البت خدتها في ايديها يا سيدي. هي دي بقى اصعب حاجه يا دولا،
علشان الضنا غالي جدا. الضنا غالي جدا؟ سمعتها فين دي؟ سمعتها في اغنيه. بص بقى دول، انت لازم تحل المشكله دي كويس جدا، علشان كده البت هتكبر وتتربى بعيد عنك وهتنحرف. تنحرف؟ الله يخرب بيت الشيطان اللي بيفرق بين الراجل وزوجه. الله يخرب بيت الشيطان اللي خلاني اقعد اتكلم معاك. الراجل وزوجه، والله ما عارف اقول. المهم انا هعمل ايه؟ بص يا دولا، انت لو عايزني انا اتدخل بنفسي يعني شخصيا في الموضوع ده انا موافق. لا يا رمزي، لا انا بقولك عايز احل المشكله، مش انا ما عنديش مشاكل وعايز مشاكل. لا ما تتدخلش. بص يا دولا، انا في ذات مره سمعت اغنيه بتقول ان التاريخ بيعيد نفسه من تلقائياته. التاريخ بيعيد نفسه؟ ده ايه الاغاني اللي انت بتسمعها دي؟ ده غير الاغنيه بتاعت اللي هو الضنا غالي؟ غيرها خالص، بس كانت في نفس الشريط يا دولا. والشريط ده بقى ما كانش عليه اغنيه بتاعت قوم نظف الحمامات يا رمزي؟ لا مش فاكر. انا بقى فاكر، كانت على نفس الشريط على الوش التاني، قوم نظف الحمامات يا رمزي بدل ما تتقطع النهار. لا ازيك يا حبيبي؟ احنا جايين عشان نقعد معاك وما نسيبكش لوحدك. شكرا يا ماما، فعلا ونعم الام. وجبنا لك بجنيه لب عشان نقعد نتسلى مع بعضينا. شكرا يا سناء، فعلا ونعم اللب. اوعى تكون ضعفت وعاوز ترجعها وتهين كرامتك، دي غلطت في امك واختك. وبعدين في ناس كتير قوي بيقولوا انها هتتجنن عشان ترجع. ايه ده، في ناس بيجوا الشقه هنا ولا ايه؟ ناس مين دول يا ماما اللي بيقولوا لك كده؟ قولي. انا فاهمه، انا فاهمه بعمل ايه. بص خلاص براحتك، فاهمه ادينا بنتسلى مع حضرتك. ايوه ماما، يعني الناس دول حضرتك بتقولي ان هم قالوا لك عايزه ترجع؟ وملكة شحتفت قوي كده، ما تهدى وتعقل شويه. هي هترجع هترجع، لكن لما ترجع ومناخيرها في الارض هتعرف غلطها وما تعملش كده تاني، وخصوصا بعد ما تشحتفت وضاقت الغربه. الغربة وبعد المسافات يا مثبت العقل والدين يا رب. هو بابا فين يا ماما؟ وحشك يا حبيبتي. احنا هنخ من اولها؟ هو احنا لسه في اولها؟ هو الموضوع هيطول ولا ايه؟ يا حبيبتي بنتي وعندي وقاعدة معززة مكرمة لحد ما يجي هو ويركع على ركبه علشان ترجع له. هو بابا هيجي؟ يا حبيبتي يا بنتي، لا يا مامي، انا زعلانة منه فعلا، بس ده مش معناه اخلي بنتي حبيبتي تتربى بعيد عن ابوها. انا مش عارفة انتي زعلانة منه ليه، بس اللي تتجوز واحد زي ده ما تتوقعش انها تخرج اصلا. وبعدين قوليلي انت، يعني لو خرجتي تفتكري هتروحي فين؟ ده بكبير وهيجيب بربع جنيه ترمس وبنص جنيه دورة. السنة اللي فاتت لما خرجنا جاب لنا غزل البنات. على فكرة بقى، الخروجة مش هي سبب الخناق، الخروجة دي هي القشة التي كسرت رجل الحمار. ده مش حاسس بيها خالص، ده عمره ما قال لي كلمة حلوة. بيعملني على اني كنبة، مرتبة، كرسي، ما بعملش حاجه غير اني بمسح وبطبخ وبكنس وبس. يا حبيبتي دلوقتي بقى لما يعرف قيمتك بحقيقي وانت سايباه كده مزعزع بين اربع حيطان هيجي راكع عشان هيعرف النعمه اللي كان عايش فيها. Yeah.
الو 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 ايه اللي انا بعمله ده؟ لازم احاول تاني. الو 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 ايوه يا رانيا انا عادل. ايوه عادل ازيك؟ وحشتيني. وحشتني قوي. ايه ده؟ في حد يتصل في وقت زي ده؟ عبيط انت ولا ايه؟ لازم احاول تاني، لازم اطمن على ياسمين. مشغول. كنت بتكلم مين دي دلوقتي؟ ده مين ساب السماعة مقفول مفتوحة؟ لو حد اتصل مثلا. ألو؟ محل الورد اللي تحت؟ عندكم ورد والله؟ طازة؟ كويس ان انت جيت في وقتك. طازة؟ طبعا طازة يا فندم. طازة 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 يا فندم. طيب بص، خد الكارت ده حطه مع الورد ورن الجرس تاني. تحت امرك يا باشا. ماشي استنى. خد. ماشي يا باشا. مين اللي خبط علينا؟ معرفش، الناس قللت الذوق، ناس فاضيه. طب شوفي شوفي مين ولاد الذوق دول اللي بيخبطوا الساعات دي. مساء الخير. مساء النور. الورد حضرتك. متشكره قوي. عفوا. فين الكارت؟ لو واحد قليل الذوق فعلا. ها؟ عودي يا رانيا، عودي يا رانيا، أنا في انتظارك. لا أستطيع العيش دون أن أراك، فأنت كالمصباح. لا أستطيع العيش دون سماع صوتك، فأنت كالمذياع. عودي يا رانيا، عودي يا رانيا. مين؟ إيه ده؟ إيه الغابة؟ إيه في إيه؟ يا مامي بس الوردة حلوة قوي. الوردة حلوة قوي، يا سلام. أنت عارفة ده معناه إيه؟ معناه إن دول هيتصالحوا بعض بالورد ده. روحي روحي ارميه له قدام الباب. يلا استني، ما ترمهوش على الباب عشان ما يتوسخش، احتمال ارجعه يعني. وجايب لها ورد يا خايب. بعد كده مش هتعرف تشكمها يا ماما. طب انا اعمل ايه يا ماما؟ انا صراحه يعني زهقت من الوحده اللي انا فيها دي، وبعدين رانيا وحشتني، مش هي لوحديها، هي وياسمين. ياسمين بنتي ضنايا، يعني في شارع مين ده يا ماما؟ في شارع مين بس يا رب؟ كويس ان جيتي. تعالي شوف اخوك الخايب عاوز يرجع رانيا. يرجع رانيا يا ماما؟ واحنا مجانين؟ ايه المورستان اللي احنا عايشين فيه ده؟
ده يفتح الباب ده يمشي مترين لقدام يلاقي رانيا في وشه في الباب التاني. مش فاهمه مش فاهمه مش فاهمه.